الوغ بزاف ديال الناس كيتشكاو من مشكل زياده الوزن خلال شهر رمضان، وهذا السبب ديالو هو طريقه ديال نمط العيش ديالنا. الوغ في نمط العيش ديالنا عندنا خمسه ديال النقط اللي خاصنا نركزوا عليهم. دونك اول نقطه هي بنادم يحترم الاوقات ديال النوم ديالو، حيت النوم مهم جدا للجسم ديالنا، كيساعدنا باش كنقدروا ندوزوا لا جورني ديالنا اون بون كونديسيون. الوغ دوزيام بوين ولا النقطه الثانيه هي دونك الحركه الرياضيه تكون منتظمه، تكون اون اكتيفيتي فيزيك تري ريغولير، وما يكونش بنادم النهار كله هو جالس ما كيتحركش. يعني دائما اون فافوريز بنادم يكون اكتيف في لا جورني ديالو. لو ثوازيام بوين دونك عندنا هو ليدغاتاسيون، حيت الماء الجسم ديالنا كيحتاجو، سورتو ملي كنكونو صايمين كنخسروا كميه كثيره ديال الماء واملاح معدنيه، دونك الجسم ديالنا خاصو يريكوبيريهم. دونك فهاديك الوقيته بين المغرب حتى السحور خصنا نتيدغاتاو دو مانيير سوفيزانت، ما بين ايترونس جوجيترونس ان فونكسيون دو دي بيزون ديال كل واحد فينا. النقطه الرابعه عندنا سي لو ستريس، خاصنا نحاولوا نجيريو لو ستريس ديالنا باسكو سا نوز امباكت ايغالمون. اي لو سانكيام بوين ولا النقطه الخامسه اللي عندنا اساسيه فهي التغذيه ديالنا. بحال اللي كنعرفوا كاملين دونك في رمضان عندنا واحد التغذيه غنيه بالسكريات وبالمقليات، مثلا عندنا الشباكيه، عندنا سلو، عندنا هادو العجائن اللي كنصوبو، يعني عامرين بالسكريات، والعجائن اللي كنصوبوهم وكنقليوهم دونك يكونوا حتى هما غنيين بالدهنيات. كنلاحظوا راسنا اننا ما كنكثروش مثلا خضر فواكه اللي غنيه بالياف املاح معدنيه وفيتامينات، دونك خاصنا يفو لي فافوريزي، خاصنا نكونسوميهم بلوس. جينيرالمون كيكونوا عندنا دي روبا ماشي ستركتوري، بعد المرات مثلا كناخذوا وجبه واحده ومن بعد نقدروا نقزوا لي زوتر روبا، دونك ميم لي زابور ديالنا ولا الكميه اللي كيحتاج الجسم ديالنا يوميا ما كنعطيوهالوش. دونك نورمالمون بوغ رمضان خصنا ستركتوريو لي روبا ديالنا، نعرفو شحال الوجبات غناكلو باش الجسم ديالنا ما ينقصوش منه الاغذيه الدقيقه ولا لي ماكرو فحال البروتينات السكريات والدهنيات اللي كيحتاج. اي ايغالمون نخدمو على الجوده ديال شنو كناكلو، دونك ديما نلقاو دي زالتيرناتيف. عاود مثلا ما ناخذو الحاجه مقليه عامره بلا صوص اللي غيكون الهضم ديالها ثقيل، دونك من الاحسن ناخذو حوايج اللي غادي يكونوا خفاف ويكونوا غنيين باغذيه دقيقه.